مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. عايزه اقول لكل جمهور النادي الاهلي مبروك الفوز امبارح على دجله. طبعا الفوز ده اتحقق امبارح واحنا كده ماشيين على الطريق الصح في المرحله دي عشان نحقق الهدف في النهايه ونتوج ببطوله الدوري الممتاز، البطوله المحببه للنادي الاهلي ولجمهوره. البطوله دي مش بعيده، اوعوا تصدقوا اي حد يقول لكم ان في فريق خلاص حسم البطوله، عشان الفرق دلوقتي مجرد 6 نقط في الترتيب، فلسه بدري جدا على الكلام ده. والكلام ده في بعض الناس بتقوله عشان بس تصدر للنادي الاهلي والجمهور الاحباط، لكن احنا النادي الاهلي ولا بنعرف الاحباط ولا بنستسلم لحد اخر نفس. الفوز بيجيب فوز وكمان بيعمل اكيد ضغط وارتباك على المنافسين، خصوصا طبعا ان في بعض المنافسين مش متعودين ابدا ان هم يسبقوا النادي الاهلي في الترتيب. عموما امبارح النادي الاهلي لعب المباراه 16 ليه في بطوله الدوري الممتاز ومعاه 33 نقطه ولسه قدامنا 4 ماتشات متاجلين، وفوزنا اكيد في المؤجلات ده هيفرق كتير جدا وهيقلب كمان جدول الترتيب تماما. كمان الفريق النهارده كان عنده مباراه وديه لكن تم الغائها وبدا ان هو يستعد لمباراه سيمبا التنزاني والمقرر ليها باذن الله السبت اللي جاي في الجوله الثالثه لبطوله الدوري الخاص بافريقيا او دوري ابطال افريقيا. الفوز في المباراه دي اكيد مهم جدا لانه بيقرب الفريق بنسبه يمكن 80% من التاهل لربع النهائي. كمان عايزه اقول لكم اننا لسه في شهر يناير يعني لسه ممكن يكون في صفقات، لسه قدامنا يومين وممكن كمان يكون في صفقه جديده، يمكن تكون مدافع جديد، يمكن يكون احمد سامي فعلا، لكن اكيد كل اكيد اللي هتعرفوه من هنا من قناه النادي الاهلي. كمان هيكون بقى عندنا النهارده جوله كبيره جدا في كل اللي اتكتب عن النادي الاهلي سواء في الصحافه او في المواقع وكل ردود الفعل على مباراه امبارح، وكمان جوله اكيد في السوشيال ميديا، ونستعرض معاكم برده الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفينا في الخارج. وهيكون ضيفنا كمان النهارده استاذ حسام زايد الناقد الرياضي في الشروق، وكالعاده بنبتدي معاكم باهم وابرز العناوين. مجلس إدارة الأهلي يجتمع غدا. الفريق الأول يغلق ملف الدوري ويبدأ الاستعداد لسيمبا في دوري الأبطال. مدرب سيمبا: لا أتوقع العودة بنقاط من مواجهة الأهلي. محمد يوسف: من الوارد انضمام صفقة جديدة للأهلي قبل نهاية يناير. فريق سيدات طائرة الأهلي يواجه الصيد في البطولة العربية للأندية. قرعة أمم أفريقيا 2019 تحت سقف الأهرامات. رقم قياسي جديد لتريزيجي في الدوري التركي. نروح معاكم في البداية ونشوف الأخبار والكلام اللي اتكتب عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام: الأهلي يهزم دجلة 2-1 ويفلت من انتفاضة الشوط الثاني، حامل اللقب يكرر فوزه ويتقدم لتهديد صدارة الزمالك ووصافة بيراميدز. الأخبار: الأهلي يهزم دجلة 2-1 ويجني نقاط الوادي الثلاث، لاسارتي يتفوق على اليوناني تاكس تكتيكيا، المارد الأحمر يواصل عروضه الجيدة والشناوي يهدي المنافس ركلة جزاء. المساء: الأهلي طايح وعلى القمة رايح. المساء: الأهلي بكل همة يقترب من القمة، فاز على وادي دجلة 2-1 في مباراة مثيرة، جيرالدو عائد بقوة، وياسر إبراهيم ينضم لقائمة المصابين، لاسارتي سعيد بالفوز على دجلة والقادم أفضل. الأخبار المسائي: الأهلي 3 نقاط و3 ضحايا، الفريق يتخطى دجلة ويواصل انتصاراته في الدوري بهدف السولية ومعلول. الأخبار المسائي: لاسارتي الأحمر يواصل الزحف للقمة. الجمهورية: قبل لقاء سيمبا الأفريقي الأهلي يطلب زيادة الجماهير، لاسارتي يدرس بطل تنزانيا بالفيديو، تفاؤل بأزارو ومحسن. الشروق: الأهلي يبدأ خطوات التجديد لمعلول وأزارو وأجاي، لاسارتي يبدأ دراسة سيمبا التنزاني اليوم، ورمضان يقترب من العودة للمنتخب بعد اتصالات الجهاز الفني. المصري اليوم: الأهلي يسابق الزمن لضم مدافع قبل غلق الانتقالات الشتوية. روز اليوسف: هل يجهز الأهلي مفاجأة في خط الدفاع قبل نهاية الميركاتو؟ الأهلي كيان، الأهلي رمز
الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. سمير كمولة في الوقت الفاصل. أقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهارة الهدافين بروعة المبدعين. مش معقولين بالمرة في الدقيقة 94. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي من الصحافه، وهنبتدي بالاهرام اللي قالت ان نجح فريق النادي الاهلي في مواصله تقدمه وانتصاراته في بطوله الدوري الممتاز بعد الفوز الجديد والصعب اللي حققه امبارح على فريق وادي دجله بنتيجه 2-1 في مباراه الفريقين واللي اقيمت على استاد بتروسبورت في الاسبوع العشرين من بطوله الدوري، واللي خرجت كويسه جدا طبعا او عاليه المستوى. كان النادي الاهلي يقدر ان هو يحقق فيها فوز سهل ومطلوب، وده اللي حققه في الشوط الاول واللي تقدم خلاله بهدف لعمرو السولية، ووصل تقدمه في الشوط الثاني كمان بهدف لعلي معلول، ولكن حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي رفض خروج المباراه بدون اثاره عشان يدي لوادي دجله ركله جزاء مجانيه بلا اي مبرر عشان يحرز منها محمد هلال هدف يقلل بيه الفرق ما بينه وبين النادي الاهلي. وتشهد المباراه النديه الكرويه والاثاره في الدقائق الخمسه الاخيره وتحسمها خبره لعيبه النادي الاهلي بالفوز الثمين والغالي وانتزاع النقط الثلاثه الغاليه، واللي رفعت رصيد النادي الاهلي ل 33 نقطه في المركز الثالث، وبالنتيجه دي بيتقدم النادي الاهلي خطوه للمنافسه على القمه، وطبعا في انتظار لمبارياته المؤجله في الوقت اللي اجت فيه لعيبه وادي دجله خصوصا طبعا في الشوط الثاني، وكانوا ند قوي للنادي الاهلي وحاولوا ان هم يحققوا التعادل وما يقسوش لحد الدقائق الاخيره، الا ان النادي الاهلي قدر ان هو يحسم اللقاء ويحقق الفوز المطلوب. كمان الاخبار المسائي قالت ان واصل النادي الاهلي سلسله انتصاراته في مسابقه الدوري الممتاز بعد ما فاز على وادي دجله بنتيجه 2-1، وقالت الجريده ان المباراه شهدت سقوط ثلاث ضحايا جداد ضمن صفوف النادي الاهلي بعد اصابه ياسر ابراهيم مدافع الفريق في العضله الضمه، ورمضان صبحي واللي اشتكى من اجهاد في العضله الاماميه، والتونسي علي معلول واللي تعرض لكدمه في الكتف. حاول النادي الاهلي طبعا ان هو يعالج اللعيبه دي بسرعه عشان يتفادى ان الاصابات دي تتفاقم في وقت جاي. كمان الاخبار المسائي قالت ان مارتين لاسارت المدير الفني للنادي الاهلي قال ان الفريق نجح في تحقيق فوز مهم على حساب منافس قوي وحصل على ثلاث نقط مهمه في سبيل تحقيق الهدف واللي بيسعى ليه بالوصول لقمه جدول مسابقه الدوري. كشف ان النادي الاهلي ظهر بشكل كويس جدا خصوصا في الدقائق الاولى واللي اكيد كان فيها فرص كثيره للفريق وكانت فرص سهله، وقال كمان ان اهدار العديد من الفرص بيعتبر حاجه طبيعيه جدا في كره القدم، وقال ان خروج اجاي جه للحفاظ عليه خصوصا طبعا ان هو راجع من اصابه بعد ما غاب لفتره تجاوزت الاربع شهور، وان في لعيبه ما يقدروش ان هم يلعبوا مباراه كامله زي جيرالدو وسعد سمير وصلاح محسن وهشام محمد بعد ما رجعوا من الاصابه مؤخرا. وقال كمان ان الاصابات مش في العضله الضامه بس، وان اي دوري في العالم بيكون ما بين كل مباراه والتانيه فرق حوالي 7 ايام، لكن هنا في مصر الفرق 3 ايام بس، وده اكيد بيتسبب في ارهاق الفريق. واكد كمان ان الاصابات اللي بيتعرض ليها العديد من اللعيبه بتعد منطقيه في ظل المباريات الكتيره والضغط الكبير جدا، وقال كمان ان الجهاز الفني بيدي اللعيبة فرصة في المشاركة وفقا لما يخدم أهداف الفريق بشكل عام. وقال كمان ان هو أكمل شهره بالعمل جوه النادي الأهلي والجهاز الفني بيعمل كل اللي عليه وبيعمل كل الاجراءات التدريبيه والاستشفائيه والبدنيه للعيبه، وقال كمان ان هو راضي جدا عن البرنامج البدني اللي حطه للفريق لحد دلوقتي. كمان الجمهورية قالت ان قفل الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة لاسارتي صفحة الدوري المصري وبدأ في دراسة المنافس في دوري ابطال افريقيا فريق سيمبا التنزاني، واللي هيقابله يوم السبت اللي جاي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بدأ لاسارتي في دراسة المنافس التنزاني من خلال شرائط الفيديو، وفي تفاؤل كبير جدا في الجهاز الفني بعد مشاركة صلاح محسن امبارح قصاد وادي دجلة، وكمان بداية مشاركة ازارو في تدريبات الكورة، وان هم ممكن يكونوا جاهزين بصورة كبيرة لمواجهة سيمبا ان شاء الله عشان يكونوا قوة هجومية كبيرة للنادي الاهلي. كمان إدارة النادي الاهلي بتحاول ان هي تزود عدد الجمهور واللي هيحضر مباراة النادي الاهلي القادمة، واللي كان مقرر ان هو يكون 12000
متفرج. النادي الاهلي عايز يكون في حضور اكبر عشان يقدروا الجماهير يساندوا الفريق في مشواره في دوري ابطال افريقيا. ده كان اهم الكلام اللي اتقال في الجرايد. دلوقتي هنروح معاكم ونشوف اهم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: مجلس اداره الاهلي يجتمع مساء غد. بوابه اخبار اليوم: لاسارتي يبدا دراسه سيمبا بالفيديو. بوابه الاهرام: فحص طبي لاحمد الشيخ لاعب الاهلي. بوابه الشروق: مدرب سيمبا لا اتوقع العوده بنقاط من مواجهه الاهلي. القاهرة 24: مدرب سيمبا التنزاني عن لقاء الأهلي: سنواجه أقوى فريق في أفريقيا آخر 10 سنوات. اليوم 7 رمضان: صبح يخضع لفحص طبي يحدد مصيره من لقاء سيمبا. كرة: يوسف انضمام صفقة جديدة للأهلي واردة بقوة. يلا كرة: لاسارتي تقييم أجاي غير عادل حاليا، هما أراه في مصر غير موجود في العالم. البوابة: ربيع وجمعة يقتربان من القائمة الأفريقية للأهلي ووحيد في الصورة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: سيدات طائرة الأهلي يواجه الصيد في البطولة العربية للأندية. مريم متولي: هدفنا الفوز بالبطولة العربية ونشكر جمهور الأهلي. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار من على مواقع الانترنت، وهنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب هيجتمع الساعه 5 مساء بكره يوم الاربعاء، والاجتماع ده عشان مناقشه العديد من الامور الاداريه الخاصه بقطاعات النادي المختلفه خلال الفتره اللي جايه. كمان بوابه اخبار اليوم قالت ان بيبدا الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في الاهلي بقياده الاوروغاني مارتين لاسارتي في دراسه فريق سيمبا التنزاني، واللي بيحل ضيف على النادي الاهلي يوم السبت اللي جاي على استاد برج العرب في ثالث جوله ليه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بيشاهد الجهاز الفني دلوقتي عدد من الفيديوهات الخاصه بفريق سيمبا، ومن بينها اكيد مواجهه الفريق في دور المجموعات قصاد كل من شبيبه الثوره الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي. وكمان الجهاز الفني شاف قبل كده مباريات لفرق المجموعه الرابعه عشان يعرف اكتر كل نقط الضعف والقوه لكل فريق، وبيتم دلوقتي التركيز اكيد على فريق سيمبا التنزاني من خلال مشاهدة مباريات الفريق ودراسته جيدا. كمان بوابة الأهرام قالت إن بيخضع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي لفحص طبي النهارده يوم الثلاث. بيعاني الشيخ من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وعلى ضوء الفحص الطبي النهارده بيتحدد ميعاد رجوعه مرة تانية. قطع أحمد الشيخ شوط كبير جدا في طريق العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي. كمان بوابة الشروق قالت ان شدد باتريك اوسم المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني على اهمية مباراة النادي الاهلي في الجولة الثالثة في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. وقال اوسم في تصريحاته: نعلم اننا سنواجه اقوى فريق في القارة في اخر 10 سنوات، لذلك ستكون مباراة صعبة وعلينا بذل المزيد من الجهد. وقال كمان: عشان اكون اكثر وضوحا، ولن اتوقع الحصول على نقاط من مباراتي الاهلي وفيتا كلوب، تركيزنا الأكبر ينصب على حصد النقاط في ملعبنا. وقال كمان: لا أركز على لاعبي الأهلي، وبالطبع يجب معرفة طريقة لعبهم ومواطن القوة والضعف، وسيكون أمر رائع إذا عاد بنقاط من مصر. القاهرة 24 كمان قالت ان باتريك اوسم المدير الفني لسيمبا التنزاني اكد ان المدربين عارفين كويس قوي ازاي يضغطوا او يحطوا العراقيل امام فريق النادي الاهلي الاقوى في القارة الافريقية، لكن الاهم هو التنفيذ. وقال كمان باتريك اوسم: تخوفه هو شعور اللعيبة بانتهاء مهمتهم بعد الوصول لدور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا. وقال ان هو كان بيخطط للوصول لدور المجموعات اللي ما تأهلش ليه سيمبا التنزاني من آخر 15 سنة، وقال كمان أنه متفائل بفريقه، وفي نفس الوقت هيكون من الطبيعي أنه يفشل في عبور دور المجموعات، أما إذا صعد لربع النهائي فده أكيد هيكون أمر عظيم بالنسبة لي.
كمان اليوم السابع قالت انه بيخضع رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي لفحص طبي النهارده يوم الثلاث عشان يتحدد مصيره من المشاركه مع الفريق في مباراه سيمبا التنزاني في بطوله دوري ابطال افريقيا. اشتكى رمضان صبحي من اجهاد عام في العضله الاماميه وده تسبب في خروجه في الدقائق الاخيره من مباراه النادي الاهلي ووادي دجله امبارح يوم الاثنين في استاد بتروس سبورت في الجوله العشرين من الدوري الممتاز واللي فاز فيها النادي الاهلي بهدفين لهدف. قال الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان رمضان صبحي مش بيعاني من اي اصابه قويه، اللاعب اشتكى بس من اجهاد في العضله الاماميه وطلب ان هو يخرج، ففضل الجهاز الفني ان هو يغيره عشان الاصابه ما تكبرش. وقال كمان طبيب النادي الاهلي ان رمضان صبحي هيخضع لفحص طبي النهارده عشان يعرفوا حجم الاصابه وموقفه من المشاركه في التدريبات ويتم تجهيزه لمباراه سيمبا التنزاني. وان كانت المؤشرات بتؤكد ان رمضان صبحي مش بيعاني من اصابه قويه، وبس النادي الاهلي خايف ان تاثر المشكله اللي عنده او الاجهاد في العضله الاماميه على مشاركته في مباراه الفريق المهمه اكيد قصاد سيمبا التنزاني والمقرر ليها باذن الله يوم 2 فبراير في برج العرب في الجوله الثالثه من دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. كمان موقع كورة قال ان اكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي ان ضغط المباريات كلمة السر في سقوط لعبة الفريق بسبب الاصابات العضلية، وقال ان النادي الاهلي خاض العديد من المباريات في شهر واحد. وقال كمان محمد يوسف ان النادي الاهلي بقيادة المعد البدني الاوروجواياني اليخاندرو هيتغلب على ازمة الاصابات ومش هتأثر او مش هيتأثر بها النادي الاهلي، خصوصا ان الفريق استعاد خدمات بعض اللعيبة. وقال كمان ان النادي الاهلي بيسير للافضل برغم صعوبة المهمة بسبب ضغط مباريات، واكد ان اصابه ياسر ابراهيم ورمضان صبحي مش اصابه قويه. واكد كمان يوسف ان انضمام صفقه جديده للنادي الاهلي وارده بقوه قبل ما يتقفل باب الانتقالات الشتويه. وقال كمان ان النادي الاهلي تعاقد مع لعيبه مميزه واخرهم اسماعيل الليسي لاعب الاتصالات الصاعد واللي بيملك موهبه كبيره جدا. وقال كمان انه ما يعرفش حقيقه توقيع عقوبه ضد مؤمن زكريا مهاجم الفريق المعار لأحد السعودي بسبب تصريحاته عن اسباب رحيله عن النادي الاهلي، وقال ان الموضوع ده بيخص كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. كمان البوابة قالت أن الأوروجواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي هيعقد اجتماع مهم مع الجهاز المعاون في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الساعات اللي جاية عشان يحسم المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية قبل ما يتقفل باب القيد بعد بكرة يوم الخميس. شهدت الأيام اللي فاتت مناقشات مطولة ما بين لاسارتي ومحمد يوسف المدرب العام وسباستيان دي صبر وسباستيان المدرب في ضوء المستجدات الأخيرة بعد ما رحل الثنائي المالي سليف كوليبالي وميدو جابر. ومن المرجح ان يتم قيد صالح جمعه اللي رجع مره ثانيه بعد قيده في القائمه المحليه، في حين برضو بيفاضل لاسارتي ما بين رامي ربيعه ومحمود وحيد عشان يقيد واحد فيهم. اكيد طبعا المدرب هو محتاج ان هو يستفيد من ربيعه في المرحله اللي جايه، ولكن هو متخوف برضو من السجل الطبي الخاص برامي ربيعه بعد ما تكررت اصاباته في الفتره الاخيره. ولكن القائمه الحاليه مش بتضم غير بس ثلاث مدافعين سعد سمير وياسر ابراهيم ومحمد نجيب، في حين ان محمد برده هاني وايمن اشرف بيؤدوا في المركز ده او في المكان ده، لكن ده مش مركزهم الاساسي. وده اللي اكيد بيرجح كفه رامي ربيعه واللي بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل تدريجي في الفتره اللي فاتت، في الوقت برده اللي بيرفض فيه لاسارتي ان هو يسيب اي حاجه للصدفه في دوري ابطال افريقيا، ودي البطوله اللي اكيد بيتطلع النادي الاهلي ان هو يستعيد لقبها من اخر مره حصل عليها في 2013، والمره التاسعه اكيد بيسعى ليها النادي الاهلي عشان يرجع مره ثانيه ويشارك في بطولة كاس العالم للأندية بعد ما غاب في فترة طويلة. معانا دلوقتي مراسل قناة النادي الأهلي شريف شعبان. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيماء على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايز أعرف منك بقى الأجواء عندك عاملة إزاي والكواليس اللي موجودة عندك. يمكن الأهلي بدأ تمرينه في 9:30 عصرا، يمكن كان في مباراة ودية النهاردة، لكن المعتقد إن عشان طبعا زيارة الرئيس الفرنسي في القاهره يمكن كان وسط البلد زحمه جدا فتعطل وصول فريق الميعاد. يمكن طبعا على الفور مستر لاسارتي لغى المباراه واقام بتدريب اللاعبين. يمكن كان قبل بدايه المران كان في حوالي محاضره مع لاعبين في ارض الملعب حوالي 5 دقائق اتكلم فيها عن طبعا خلق الملف المحلي والتركيز في الفتره المقبله في مباراه افريقيا المقبله، تركيز فقط في بطوله افريقيا
والتركيز على الفوز في المباراه المقبله. يمكن اللي شاركوا مباراه الامس يمكن النهارده كان في عندهم تدريب خفيف جدا في الجيم، والبعض شارك في تدريبات بدنيه، يمكن شحات والشناوي وايمن اشرف شاركوا في تدريبات داخل ملعب التتش، والباقي شارك في الجيم ثم عملوا الريكفرنج في الثلج في المختص. يمكن تعيين مستمر على الجانب الاخر لاحمد الشيخ، مروان محسن، حسام عاشور، علي لطفي. يمكن الاصابات النهارده حضر ياسر ابراهيم ورمضان صبحي بالاشاعه، يمكن لسه دكتور الفريق الدكتور خالد محمود قايل لي ان اللي هيكون الغياب من 10 ل 14 يوم بس باذن الله يكون 10 ايام بس غياب ياسر ابراهيم ورمضان صبحي. يمكن رمضان عنده شد في ياسر ابراهيم 10 ايام ل 14 يوم. اتفضل ياسر ابراهيم من 10 ايام 10 من 10 ل 14 يوم من 10 بالنسبه لرمضان صبحي. ياسر ورمضان الاثنين عنده شد في الضمه، ورمضان صبحي عنده شد في عضله الحوض. يمكن من 10 ل 14 يوم اقصى حاجه 14 يوم بس باذن الله مش هنوصل للرقم ده. بيقول لي من 10 ل 14 بالسلاره و10 ايام، يعني ده معناه ان هم هيغيبوا عن لقاء سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير القادم. رسميا طبعا بيغيبوا عن مباراه السبت القادم. يمكن زي ما قلت لك باقي اللاعبين النهارده شاركوا في المران بعد محاضره مصر اللاسلكي ليهم، يمكن كان في تدريب بدني ثم ختمت بتقسيمه في الملعب. كابتن طارق سليمان على الجانب الاخر وتدريب الحراس اكرامي مصطفى شوبير احمد طارق، ويمكن بعد انتهاء المران كان حريص يزود الجرعه التدريبيه لمصطفى شوبير واحمد طارق لان هم طبعا تحت السن فبيزود لهم بيصفر لهم مهاراتهم. يمكن الوحيد اللي ممكن يكون قريب من مباراه يوم السبت هو حسام عاشور، يمكن هو الاقرب لدخوله للمباراه. يمكن انتهى منذ قليل طبعا التدريب وتقرر السفر الى اسكندريه يوم الخميس القادم، ويكون باذن الله مباراه يوم السبت نسال الله التوفيق للنادي الاهلي يكون فوز حليف فريق النادي الاهلي في مباراه. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي المقام حاليا على ملعب مختار التتش زي ما قال لكم الشريف، ابتدى التدريب الساعه 3:30 العصر، وطبعا كان في النهارده فحوصات طبيه للعيبه اللي اتصابت امبارح رمضان صبحي من 10 ل 14 يوم، وكذلك برضو ياسر ابراهيم. يعني هي كانت مباراه واحده بس اللي خرجنا منها سلام. نرجع تاني نكمل معاكم اخبارنا من مواقع الانترنت، وبنوصل للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان فريق الكوره الطايره سيدات في النادي الاهلي بيستعد لمواجهه نادي الصيد المصري الساعه 7 مساء النهارده يوم الثلاثاء على الصاله المغطاه في استاد القاهره. هتقام المباراه ضمن منافسات الجوله الثانيه للبطوله العربيه للانديه. النادي الاهلي كمان فاز على فريق الدفاع المغربي في الجوله الاولى بنتيجه 3-0 في مجموع الاشواط. كمان برضو الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان مريم متولي لاعبه النادي الاهلي لكره الطايره اكدت جاهزيه الفريق لمواجهه الصيد مساء اليوم في الجوله الثانيه للبطوله العربيه للانديه. قالت مريم متولي ان النادي الاهلي عنده هدف واضح من البطوله دي وهو الحفاظ على اللقب للمره الرابعه على التوالي. وقالت كمان النادي الاهلي خاض فتره اعداد مميزه على مدار الشهر اللي فات. وجهت مريم متولي برضو التحيه لجمهور النادي الاهلي على دعمه للفريق في البطوله العربيه، واكدت ان جمهور النادي الاهلي كان ليه فضل كبير جدا في فوز الفريق في البطولات المختلفه. دي كانت اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي سواء عن طريق الجرايد او كمان مواقع الانترنت، ونروح معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع طرق خاصه في ملاعب بطوله امم افريقيا لذوي الاحتياجات الخاصه. فيتو شوبير تنظيم قرعه كاس الامم الافريقيه امام ابو الهول. سوبر كوره حسين السيد وعطوه تحت منظار اجاري قبل معسكر المنتخب. الفجر اجاري يشكو امن بتروسبورت للجبلايه. اليوم السابع الانديه ترفض الغاء بند الثمان سنوات من لائحه الجبلايه. سوبر كورة رقم قياسي جديد للتريزيجيه 8 مراوغات ناجحة أمام بشاك الشهير. جول رسميا مهدي بن عطية يغادر يوفنتوس للدحيل القطري. في الجول رفع الإيقاف عن كالوشا.
البطولات رسميا باريس سان جيرمان يعلن عن اولى الصفقات الشتويه. سبورت 360 فان دايك مهدد بالغياب عن مباراه ليفربول القادمه. كوره تشيلسي يختار نجم برشلونه لقياده مشروع الجديد. أعز الكشف عن محطة أيرين روبن القادمة بعد ختام مشواره مع بايرن ميونخ. يورو سبورت عربية زوجة إيكاردي تفتح الباب من جديد أمام ريال مدريد. ونروح مع حضراتكم دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار، وهنبتديها من اليوم السابع اللي قال إن اتفق وزير الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بالتنسيق مع اتحاد الكورة ومسؤولين الاستادات على تخصيص طرق للجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة للدخول للملعب ومنه للمدرج بسهولة والخروج من الملعب بسهولة مع تخصيص المدرج بأحدث الوسائل، ويتم العمل بهذا الأمر في جميع الاستادات المختارة للبطولة. كمان فيتو قالت إن أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكوره ان قرعه كاس الامم الافريقيه اللي هتستضيفها مصر هتقام قدام ابو الهول، واعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف انطلاق قرعه البطوله يوم 12 ابريل اللي جاي عند الاهرامات، ووافق الكاف على تاجيل انطلاق البطوله لمده اسبوع عشان تنطلق البطوله وفقا للمواعيد الجديده يوم 21 يونيو وتختتم يوم 19 يوليو بسبب طلب عدد من الاتحادات اللي بتضم لعيبه مسلمين في منتخباتها لما بعد شهر رمضان، واللي هيبدا يوم 5 مايو وبينتهي يوم 4 يونيو. كمان موقع سوبر كورة قال ان توجه احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر للسعودية النهاردة لمتابعة المحترفين المصريين قبل معسكر الفراعنة واللي بينطلق في مارس اللي جاي بيشهد مباراتي النيجر ونيجيريا. كتب احمد ناجي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: الان بمطار القاهرة متجه للقصيم لمشاهدة مباراة الاتفاق والرائد لمتابعة حسين السيد من الاتفاق ومحمد عطوة من الرائد، ومنها لجدة لقضاء أسبوع كامل مع محمد عواد لمتابعة تدريباته ومشاهدة مباراة الوحدة واتحاد جدة. استودعكم الله. المنتخب هيضم أكيد كمان وجوه جديدة في المعسكر اللي جاي للحكم عليهم من قرب قبل بطولة أمم أفريقيا. كمان الفجر قالت ان اشتكى المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني من الجهات الأمنية المسؤولة عن ملعب بتروسبورت، وأمن ملعب بتروسبورت منع أجيري ان هو يدخل لمتابعة مباراة النادي الأهلي وادي دجلة في الدوري العام بحجة ان هو تأخر في الوقت وخلاص المباراة كانت قربت ان هي تبتدي. وكمان قال مصدر في الاتحاد المصري ان أجيري اتفاجئ برفض الأمن ان هو يدخل المباراة، وده اللي حطه في موقف محرج جدا قبل ما يتم حل الأمر واقناع رجال الشرطة بضرورة حضوره لمتابعة عمله كمدير فني للفراعنة. وقال كمان المصدر ان المدير الفني الفراعنة أبدى استياءه في مكالمة جمعته مع هاني أبو ريدة واشتكى بسوء المعاملة، خصوصا أن البلاد دخلت طبعا على حدث مهم وهو تنظيم بطولة الأمم الأفريقية. وكمان قال المصدر في تصريحاته أن أبو ريدة عمل على تهدئة أجيري وطالبه أنه ينسى الموضوع ده خالص وتعهد له بأن ده مش هيتكرر مرة تانية، وأكد أن الجميع بيساندوا عشان يقدر يحقق اللقب القاري. مشاهدينا هنطلع معاكم دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم اخبارنا المحليه والعالميه، ونروح معاكم لليوم السابع اللي قال ان تمسكت انديه الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره ان هي تطبق بند الثمان سنين في لائحه اتحاد الكوره واستمرار العمل بيه، ورفضت طلب البعض بالغائه، خصوصا طبعا ان البند ده تسبب في ابعاد بعض المرشحين عن الانتخابات الاخيره، وكان على راسهم محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد السابق في عهد جمال علام. كمان اتحاد الكوره هيعقد جمعيه عموميه غير عاديه يوم 23 فبراير اللي جاي عشان يعدلوا لائحه النظام الاساسي. كمان موقع سوبر كوره قال ان محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي حقق رقم قياسي جديد في النسخه الحاليه من مسابقه الدوري التركي. تريزيجيه نجح ان هو ينفذ 8 مراوغات ناجحه خلال مشاركاته في مباراه قاسم باشا وبشاك شهير واللي اقيمت امبارح امبارح في منافسات الجوله 19 من عمر مسابقه الدوري التركي، وانتهت بهزيمه قاسم باشا بهدفين دون مقابل. نجح محمود حسن تريزيجيه ان هو يكسر الرقم القياسي بعد ما كمل 7 مراوغات ناجحه خلال مشاركته في مباراه قاسم باشا ضد ريزا سبور واللي اقيمت في ملعب قاسم باشا ضمن منافسات الجوله 18 من مسابقه الدوري التركي، وهو اللاعب الوحيد في النسخه الحاليه
من المسابقة اللي قدر ان هو ينفذ كل المراوغات دي، المراوغات الناجحة في مباراة واحدة، وتفوق على كل نجوم الدوري التركي بما فيهم كمان العمالقة اللي موجودين في جالاتا سراي وبشكتاش وفنار بخشة. وموقع هوسكورد العالمي متخصص في احصائيات كرة القدم اختار محمود حسن تريزيجيه كأفضل لاعب في قاسم باشا قصاد فريق بشاك شهير بعد ما حصل النجم المصري على 7.6 من اصل 10 درجات في التقييم، واللي عمله عن مستويات لعيبة الفريق في مباراة امبارح بعد ما شكل تريزيجيه مصدر الخطورة الوحيد لنادي امام المنافس. كمان موقع جول آلن يوفنتوس أعلن رسميا عن انتقال مدافعه مهدي بن عطية لفريق الدحيل القطري، وتوجه ليه بالشكر على الوقت اللي قضاه مع الفريق. وأثيرت قويل كتير عن إمكانية تراجع يوفنتوس عن الصفقة بعد إصابة ليوناردو بونوتشي خلال مواجهة لاتسيو مساء يوم الأحد اللي فات، لكن النادي أعلن رسميا خلاص إتمام الصفقة. وجاء على الموقع الرسمي للفريق الإيطالي إن بن عطية اتنقل للدحيل مقابل 8 مليون يورو بتدفع على قسطين خلال أكتوبر ومايو 2019، بالإضافة ل 2 مليون يورو تانيين كحوافز إضافية، وده طبعا الحوافز دي بتكون مرتبطة بالأداء. وجه كمان النادي الشكر للاعب على كل اللي قدمه ليه خلال السنتين والنص، وكمان غرد اللاعب السابق لبايرن ميونخ الألماني على حسابه الرسمي على تويتر وجه الشكر ليوفنتوس وأكد سعادته باللعبة للفريق واتمنى ليهم أنهم يتأهلوا لنهائي دوري الأبطال واللي هيقام في مدريد. كمان موقع في الجول قال ان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرر ان هو يقلص عقوبة الايقاف الموقعة على زامبي كالوشا اسطورة كرة القدم الافريقية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي. الفيفا اعلن في اغسطس اللي فات ايقاف كالوشا عن ممارسة اي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة سنتين على خلفية التحقيقات في قضية ايقاف القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الاساوي لكرة القدم بحجة قبول هدية، وده اللي بينتهك ميثاق الاخلاقيات الخاصة الاتحاد الدولي. خضع كالوشا افضل لاعب في افريقيا سنه 88 للتحقيق ونفى ارتكاب اي مخالفه وتقدم كمان باستئناف ضد العقوبه، وقال كالوشا سعيد للعوده لممارسه انشطه اللعبه وشكرا لكل اللي قدموا لي الدعم. كمان كالوشا الرئيس السابق لاتحاد الكره الزامبي انسحب من ترشحه على مقعد العضويه في المكتب التنفيذي للكاف بسبب ايقافه. كمان موقع بطولات قال ان نادي باريس سان جيرمان اعلن عن اولى صفقاته الشتويه وهي انضمام اللاعب ليوناردو باردس، وحصل النادي الفرنسي على توقيع الأرجنتيني لمدة 4.5 سنين بتنتهي في يونيو 2023. خضع باردس للفحص الطبي الكامل في مركز اسبيتار في العاصمة القطرية في الدوحة قبل ما يوقع رسميا العقود مع الناديين. وسبق الأرجنتيني صاحب 24 عام اللعب بصفوف بوكا جونيورز وكيفو روما وأمبلي قبل ما يتنقل لصفوف زينات سان بيترسبرغ الروسي. باردس كمان هو اللاعب الدولي اللي بيمثل منتخب التانجو من سنة 2017 وشارك في 9 مباريات معاه وسجل هدف وحيد. موقع سبورت 360 كمان قال ان فيرجو فان دايك مدافع نادي ليفربول الانجليزي بقى مهدد بالغياب عن مباراه ليستر سيتي والمقرر ليها مساء الغد على ارضيه ملعب انفيلد رود ضمن منافسات الجوله 24 من مسابقه البريمير ليج. ذكرت صحيفه ليفربول اكو ان الشكوك بتحوم حول مشاركه فيرجو فان دايك امام ليستر سيتي. لم يشارك المدافع الهولندي في التدريبات الاخيره بعد ما تعرض للمرض بعد رحله الفريق لدبي قبل ايام، وحصل لعيبه الفريق على فترة راحة أطول دامت يمكن لتسع أيام ولم يخوض الفريق الأحمر منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي في مطلع الأسبوع ده بسبب تعرضه للخروج من الأدوار المبكرة. يحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 60 نقطة، مبتعد عن مانشستر سيتي صاحب المرتبة الثانية بفرق 4 نقط. موقع كوره برضو قال ان صحيفه سبورت الاسبانيه قالت ان نادي تشيلسي هيكون مهتم بالحصول على الكرواتي ايفان راكيتيتش في حاله ان برشلونه عايز يبيعه في الصيف اللي جاي. وقالت الصحيفه ان وصول ديانج وامكانيه التعاقد مع ادريان رابيو ممكن تدفع اللاعب الكرواتي للرحيل، خصوصا ان في عده انديه عندها رغبه في ضم اللاعب من برشلونه. كمان برشلونه عارف ان راكيتيتش لاعب مرغوب فيه ومرغوب فيه من انديه كتيره، والنادي مستني عروض عشان يدرس
اساسها في حاله كانت هتلبي مطالب البلوجرانا. وعلى الرغم طبعا من اهتمام انديه كثيره بيه مؤخرا الا ان راكيتيتش اعرب دايما عن نيته في البقاء جوه برشلونه. هو حاسس بالراحه في النادي وفي المدينه وعنده ثقه كبيره جدا في المدرب، وهو ده اللي خلى الصيف اللي فات يرفض اي عروض ضخمه من باريس سان جيرمان، ولا طبعا قدم 90 مليون يورو تقريبا. وقالت كمان الصحيفه ان برشلونه ممكن يدرس رحيل اللاعب في الصيف اللي جاي، خصوصا ان هو هيدخل في عامه ال 31 في مارس اللي جاي، وبينتهي كمان عقده في 2021، ومش بيفكر البلوجرانا حاليا برفع الراتب الخاص بيه. أهل الأسبانية كمان قالت أن صحيفة نيبون اليابانية كشفت أن الدولي الهولندي السابق أرين روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني بطل الدوري الألماني في المواسم الستة اللي فاتت بيخطط أن هو ينتقل للدوري الياباني بعد رحيل أو رحيله عن العملاق البافاري. وهينضم روبن في حالة انتقاله للدوري الياباني لقافلة اللعيبة العالميين اللي سبقوه زي لاعب وسط برشلونة السابق وبطل العالم 2010 أندريه نيستا، وكمان مواطنه ديفيد فيا والمهاجم الألماني لوكس بولوداسكي، وطبعا دول كلهم راحوا على فريق فازل كابي. وكمان بيدافع المهاجم الأسباني فرناندو توريس عن ألوان ساغا توسو. وأشارت كمان الصحيفة أن في فرصة سريعة جدا أن احنا نشوف أرين روبن بيلعب في اليابان في الموسم اللي جاي. وقالت عائلة روبن واللي بيعتقد أنها مؤثرة جدا في قراراته شكلها عندها استعداد أن هي تروح لليابان. وقالت الصحيفة أن في عديد من الأندية اليابانية مهتمة أكيد بضم أرين روبن، ولكن فريق طوكيو هو الأقرب من التوقيع معاه. كمان فريق طوكيو ده هو صاحب المركز السادس في الدوري الياباني في الموسم اللي فات. يورو سبورت عربية كمان قالت أن واندا نارا مرات النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم انتر ميلان وكيلة أعماله وصلت إطارة الجدل على مستقبل اللاعب واستمراره مع النادي الإيطالي. إيكاردي هو النجم الأول في كتيبة انتر ميلان، لكن في نفس الوقت بيعد هدف قوي للعمالقة في القارة الأوروبية، وعلى رأسهم أكيد فريق ريال مدريد الأسباني واللي بيدور عن حل لأزمة الرقم 9 في تشكيلة الفريق الملكي. فتحت واندا نارا الباب قصاد ريال مدريد للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني إيكاردي في الصيف اللي جاي بعد ما كشفت عن أن خيار التجديد مع أنتر بقى بعيد جدا. وكمان نارا خرجت بتصريحات مثيرة للجدل في برنامج التيكي تاكا الشهير، وقالت أن خيار التجديد مع أنتر ميلان أبعد ما يكون لأن النادي الإيطالي عنده أولويات أخرى. كمان قالت مرات مهاجم التانجو أن إدارة الأنتر عندها أولويات تانية غير التجديد لإيكاردي، متمثلة في التعاقد مع واحد من الثلاثي مودريتش أو كروس أو كوفازيتش. وبيمتلك النجم الأرجنتيني عقد مع العملاق عملاق مدينة ميلان بينتهي في يونيو 2021، إضافة لوجود شرط جزائي في عقده حوالي 110 مليون يورو، وده مبلغ في متناول كبير أوروبا ريال مدريد. وبتعتبر مفاوضات التجديد بين أنتر ميلان وإيكاردي صعبة جدا في ظل عرض النادي الإيطالي على اللاعب راتب سنوي 6 مليون يورو في العقد الجديد، وهو طبعا ده اللي رفضه اللاعب وطلب أنه يحصل على 8 مليون يورو في الموسم. طيب نطلع دلوقتي مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع نكمل بقية فقراتنا في الكلام في الميديا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا، وهنبتديها بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر، واللي نشرت صوره لعلي معلول بعد مباراه وادي دجله وكتبت نصر مباراه اليوم هو لاعبنا علي معلول استمر. كمان احتفلت الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر بعيد ميلاد جونيور اجاي اللي تم 23 سنه وكتبت نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا جونيور اجاي، نتمنى ليك عيد ميلاد سعيد. كمان نشر عمرو السلية صورة على الانستجرام وكشف عن سر طريقة احتفاله بهدفه في مرمى وادي دجلة وكتب عيد زواج سعيد 3 سنوات من الحب، واحنا كمان بنقول له كل سنة وانت طيب ودايما كده متألق. نشر كمان صلاح محسن لاعب النادي الاهلي صوره على الانستجرام وكتب الحمد لله يا رب على المكسب واللي جاي احسن ان شاء الله. حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال في النادي الاهلي نشر صوره على الانستجرام وعلق الحمد لله على المكسب. شريف عبد الفضيل لاعب الاهلي السابق على تويتر كتب اداء الاهلي في تحسن ملحوظ وبصمات مستر لاسارتي بدات تظهر على الفريق مع عوده الاصابات وانسجام الصفقات الجديده للنادي الاهلي لن يرحم احد. نشر كمان امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي صوره اعلان لتيشيرت النادي الاهلي الجديد على الانستجرام وكتب معا ننهض
كمان فريدة عثمان بطلة السباحة المصرية نشرت صورة لنور الشربيني على تويتر، وعلي فرج نجوم مصر في الاسكواش، وكتبت مبروك لنور الشربيني وعلي فرج فوزهم في بطولة جي بي مورغان، انتوا فعلا فخر مصر وبتشرفونا دايما. عالميا نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي صورة على تويتر وهو بيحيي الجماهير في مباراة فريقه قصاد باشاك شهير في الدوري التركي، كتب شكرا لكم على دعمكم. كمان الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي على تويتر نشر صورة للاعب الفريق والمنتخب الياباني تسوكاسا، وكتب نهاني الدوري الياباني تسوكاسا بفوز منتخب بلاده وتأهلهم لنهائي بطولة كاس أسيا الإمارات 2019. نشر كمان تشامبرلين لاعب ليفربول الإنجليزي صورة على الانستغرام أثناء أداء بعض التدريبات التأهلية عشان يتعافوا من الإصابة مع اللاعب الشاب ريان برويستر، وكتب الأوقات الصعبة تكون دائما أسهل عند مشاركتها مع الناس الطيبين، لم يتبقى وقت طويل. كمان البار موراتا نشر صورة على تويتر بعد ما تنقل معار من تشيلسي الإنجليزي لأتلتيكو مدريد الأسباني، ووجه رسالة شكر ووداع لجمهور لندن، وكتب شكرا لكم وداعا واتمنى لكم حظ سعيد. نشرت الصفحة الرسمية برضو لنادي أتلتيكو مدريد على تويتر صورة لموراتا وعلقت مرحبا بك موراتا، تم الاتفاق مع تشيلسي لإعارة اللاعب البار موراتا للأتلتي لما تبقى من الموسم وموسم إضافي. أخيرا نشر سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي صورة على حسابه على التويتر مع الحارس المخضرم بوفون واللي احتفل بعيد ميلاده امبارح، وكتب عيد ميلاد سعيد لأحد أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم. مشاهدينا نطلع معاكم دلوقتي لفاصل سريع وكده نستقبل ضيفنا النهارده أستاذ حسام زايد الناقد الرياضي في الشروق. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي استاذ حسام زايد الناقد الرياضي في جريده الشروق. مساء الفل عليك، واكيد منورنا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا شيماء وعلى كل الساده مشاهدي قناه الاهلي. اكيد عايزين نتكلم عن حاجات كتير جدا، يمكن لقاءات النادي الاهلي الاخيره، لقاء امبارح وادي دجله اللي انتهى بفوز النادي الاهلي بهدفين لهدف في الجوله العشرين من مسابقه الدوري الممتاز، قبليه اكيد لقاء مصر المقاصه، قبليهم سموحه ده في الدوري المصري الممتاز، بالاضافه طبعا لمباريات النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. ولكن خلينا في البدايه نبتدي بلقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي قصاد وادي دجله، شفته ازاي؟ تمام، يمكن انا في اعتقادي انه النادي الاهلي في التوقيت الحالي محتاج معنويات اكتر، يعني بمعنى انه في الفتره اللي فاتت كان في اخفاقات كتير على المستوى الافريقي بعد خساره النهائي امام الترجي، بعدين بعض العثرات في الدوري العربيه، البطوله العربيه بالتاكيد، فكان الناس منتظره الصفقات الجديده وده اللي يمكن حصل في يناير، لكن مع الصفقات الجديده الناس منتظره انه المردود هيكون ايه، هل المردود نفس الموضوع برضو على المستوى الفني ولا هيحصل فيه تغيير على مستوى النتائج وعلى مستوى الاداء حتى في الملعب. حتى البعض بيتكلم عن الاداء، يعني انه حتى لو في مكسب لكن البعض كان غير مقتنع بالاداء، لكن في وجهه نظري انه الاهلي بيحقق المكسب الثالث على التوالي في الدوري، سموحه وبعدين المقصه وبعدين امبارح وادي دجله، ففي وجهه نظري ده معنويا بيخلي حتى اللعيبه عندها طموح وعندها امل ان هي من جديد تستعيد توازنها مره ثانيه في الدوري. فنيا شفت اللقاء امبارح ازاي؟ فنيا انا شفت الشوط الاول تحديدا الى حد ما الاهلي كان بيؤدي بشكل جيد للغايه. صحيح. لكن انا مش عارف ايه السبب انه الاداء شويه تراجع بعد الشوط الثاني. بالظبط في الشوط الثاني ده طبعا اكيد كان في صحوه كمان للاعبين وادي دجله. ما ده اللي انا هقوله، اكيد وادي دجله طبعا متاخر بهدفين، فبالنسبه له عايز يعني يعوض النتيجه، يقرب بفارق هدف وبعدين بيلعب على ان هو يتعادل، فده اكيد طبعا سبب ان وادي دجله هو اللي كان اكثر سيطره في اوقات كتير في الشوط الثاني تحديدا. يعني يمكن زي ما عنونت بعض الصحف ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي هو اللي اهدى لوادي دجله الهدف او ضربه الجزاء اللي احرزه منها الهدف الوحيد. تمام، لكن يعني طبعا البعض بيتكلم على الاخطاء حراسه المرمى تحديدا. انا اعتقد انه يعني محمد الشناوي هو حارس مرمى المنتخب الوطني، صحيح، كان في كاس العالم بالتاكيد، يعني ما فيش حد لا يخطئ، لكن العبره انك تتعلم من اخطائك، يعني أكيد. اعتقد انه محمد الشناوي والاخطاء والهفوات دي بتحصل كتير، والحمد لله ان هي ما جاتش في حاجه مؤثره او في نتيجه مؤثره. انا بقول لك انه الاخطاء طبعا اكيد وارده من اي حد، لكن محمد الشناوي لازم يعرف برضو ان هو حارس مرمى كبير، الناس كلها دلوقتي بتبص ليه ان هو من ضمن الحراس الاساسيين لمنتخب مصر. صحيح. فبالتالي لكن محمد الشناوي كان الوحيد اللي يعني اخذ اشاده في كاس العالم في روسيا 2018، يمكن
يمكن صحيح. لو كان عندنا لاعب مميز في لقاء فكان هو محمد الشناوي. محمد الشناوي خاصة يعني في المباراة الأولى كمان أدى بشكل جيد أمام أوروجواي. يعني أنا بقول إنه علشان كده هتلاقي إن الناس دايما بتركز مع اللاعب الكبير أو اللاعب اللي موجود في مكان كبير. صحيح. محمد الشناوي لاعب كبير وموجود في النادي الأهلي، إذا لازم يعرف إنه هو كل بيتحاسب على أخطائه بناء على إمكانياته وعلى المكان اللي وصلها. هيتحاسب على الأخطاء وهيتحاسب على كل حاجة والعيون كلها هتكون عليه. صحيح. أعتقد إنه هو أكيد في الفترة القادمة هيراجع نفسه كتير في بعض الأمور بالنسبة له يعني. النادي الأهلي عمل صفقات شتوية كتير، صفقات كلها يعني ممكن يتقال عليها من العيار التقيل أو صفقات سوبر، في نفس الوقت اللي بيدعم فيه مارتين لاسارتي النادي الاهلي او الفريق بالصفقات الجديده بيفقد الكثير من اللاعبين في الاصابات، شايف ده ازاي؟ شايف لغز الاصابات صراحه، وهو لغز محير يعني. اعتقد ان الاهلي في حاجه ان هو ممكن يعمل لجنه مخصوص تشوف ايه الموضوع يعني. موضوع الاصابات ده فعلا شيء غريب، غريب جدا، غريب غريب انه مع كل بس عارف ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بسموحه كده من كام سنه اللي فجاه بقى عندها 8 بقى فجأة عندها 7-8 رباط صليب يعني. ربنا يبعد عننا الإصابات الكبيرة قوي دي، لكن فجأة فعلا كنا بنشوف سموحة غريب جدا يعني 8 أو 7 لعيبة جالهم رباط صليبي في موسمين، كان الموضوع غريب برضو ومش طبيعي. أنا في اعتقادي بقول لك لازم يكون في دراسة تحديدا، وإن كنت أستبعد يعني أنا صراحة ضد الناس اللي بتهاجم الجهاز الطبي، أنا مش مقتنع تماما إن الجهاز الطبي هو السبب يعني تماما. وبعدين منطقيا كده لو الجهاز الطبي هو السبب، مجلس إدارة النادي الأهلي هيفضل يعني باقي على الجهاز الطبي ليه؟ لا ما هو بالظبط يعني اي يعني اكيد ليه؟ لو في اي تقصير او في اي خطأ اكيد هيتم علاجه او تغيير او الكلام ده كله، لكن انا يعني بشوف الامور بمنظور واقعي. يعني شوفي عايز اقول لك انه هنا في مصر تحديدا دايما السوشيال ميديا بدات تتحكم في بعض الامور، بمعنى انه لما واحد بس يكتب كلمه او انه الجهاز الطبي هو السبب بتلاقي كل الناس بتمشي وراه الكلام ده كله، وده وقيسي على ذلك في اكتر من حاله هتلاقيها نفس الموضوع اكيد من غير ما اي حد يعرف ولا يسال ولا يتصل ولا يعرف ايه الموضوع بالظبط. فانا انا بقول لك انه الجهاز الطبي بريء تماما من الموضوع ده. ممكن يكون في يعني ممكن اللعيبه بتكون بتحاول تجتهد خارج التدريب، بتتمرن في جيم، بتتمرن في اي حاجه، وده ما ينفعش خالص. بطبيعه الحال لازم يكون في متابعه حتى للاعبين بعد المباريات او في الفترات اللي هم بيكونوا فيها مش في النادي، بيكونوا بره النادي، بيتعاملوا ازاي، هل في تدريبات معينه خاصه بيعملوها بره؟ بعض منهم بيحاول ان هو يجتهد عشان يبقى افضل، فده بيجي بنتيجه عكسيه وبيجي بنتيجه فيها اصابات. فدي كلها امور لازم يتم دراستها يعني، كل الامور الخاصه بالفريق داخل الملعب وخارج الملعب وبره النادي كمان، ده كله لازم يكون في متابعه. الناس ابتدت تسال مارتين لاسارتي ليه الاصابات دايما بتيجي في العضله الضم، بس هو رد وقال مش بس في العضله الضم، احنا عندنا اصابات كتير وده اكيد سببه الاول والاخير يعني تلاحق المباريات، احنا بنلعب في شهر يجي 50 لقاء، عندنا مباريات كتير قوي ورا بعض، فالموضوع ده طبيعي جدا ان هو يكون موجود. وقال ان اي دوري في العالم بيكون الفرق ما بين لقاء والتاني 7 أيام، مش كل 3 أيام بنلعب لقاء سواء في الدوري المحلي او في دوري ابطال افريقيا. صحيح، لكن في المقابل يعني خلينا برضو نقول انه يعني ياسر ابراهيم ما هو يعني ما لعبش مباريات كتير مع الاهلي فيتاثر بالضغط المباريات. محمد محمود فلا هو في لغز. انا علشان كده بقول لك اللي عنده برضو اجهاد في العضله الضمه، انا ما بحبش اللي يطلع يقول انه في سبب من غير ما يتم دراسه الموضوع. الموضوع اصبح ظاهره في فريق الكره في النادي الاهلي، اذا لازم يتم دراسه الموضوع طبيا وفنيا واداريا كمان على مستوى جهاز الكوره بتكلم. اذا يتم دراسة الموضوع ويطلع بيان وافي وشافي يقول للناس ايه اللي بيحصل مع اللعيبة او ايه السبب الرئيسي. خلي بالك الموضوع تحول الى ان اللعيبة بقت بتخاف يعني، خلاص ده شايف اللي قاعد جنبه اصيب، في توتر كبير جدا ما بين اللعيبة، في ضغط نفسي، ففي خوف انه انا لما هنزل هلعب هتصاب. والأسوأ يعني بقى ان التوتر ده والخوف هو اللي بيجيب الاصابه اكتر. صحيح، ده ممكن يكون سبب مباشر على فكره، ممكن تكون اصابه نفسيه ان هو خايف يتصاب فبالتالي بينزل نفسيا بيتصاب فعلا. فدي كلها امور لازم يتم دراستها ويطلع بيان شارح لكل اللي بيحصل في ما يخص الاصابات تحديدا. طيب خلينا نروح للصفقات الشتويه، صفقات النادي الاهلي يمكن 7 صفقات سوبر لحد دلوقتي، ولسه النادي الاهلي بيتكلم ان في امكانيه ان يكون قبل يوم 30 اللي هو يوم الخميس اللي جاي في صفقه جديده، صفقه اخيره وفي الاغلب هتكون في مركز الدفاع، وسمعنا ناس كتير قوي بتتكلم عن احمد سامي، شايف الموضوع ده ازاي؟
تمام. انا كنت شايف انه احمد سامي فعلا قريب من النادي الاهلي، وعلى فكره هو عنده رغبه ان هو يلعب للنادي الاهلي، واعتقد انه خلال ساعات ممكن نسمع عن صفقه في مركز الدفاع، لانه الاهلي فعلا يحتاج لاعب في مركز في خط الدفاع تحديدا. ممكن يكون احمد سامي، ممكن يكون صفقه ثانيه يعني، لكن الاهلي محتاج. شايف مين الافضل او مين الاقرب، احمد سامي ولا شخص اخر او لاعب اخر؟ لا يعني انا بقول لك هو على مستوى رغبته الشخصيه وهو حابب ان هو يكون موجود. انا بتكلم برضو عن اللعيبه المتاحه، يعني بنتكلم عن المدافعين المتاحين جوه الدوري المصري. اللعيبه المتاحين في الدوري المصري بعيدا عن اسم احمد سامي، كان معروف مين المطلوب او مين اللي على الساحه، يعني لاعب زي محمود متولي مثلا يعني اكيد لاعب مهم، لكن الاسماعيلي بالظروف اللي بيمر بها الاسماعيلي بالظبط، مش موضوع فلوس بس، لانه الاسماعيلي دلوقتي في مركز صعب للغايه، وكاد وعليهم ضغط جماهيري كبير جدا، لان في الاخر الاسماعيلي ده نادي جماهيري كبير، نادي جماهيري كبير، وصعب ان هو يكون موجود في المركز ده. ففي اعتقادي انه مش الاداره مش هتفرط في حد ليه تقله في الفريق في الفتره دي. ففي اعتقادي الاهلي هيحاول يسد العجز ده بشكل كبير خلال اليومين دول، خلاص قبل 31 يناير قبل الغلق باب الانتقالات الشتويه، وبعدين في الصيف لكل مقام حديث يعني ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم برضو عن الصفقات الشتويه، وشفت مين الصفقه الافضل الاهم او اكتر صفقه بينت نفسها في اللقاءين اللي فاتوا او الثلاث لقاءات اللي فاتوا؟ انا ضد انه احنا نتسرع الحكم على اللعيبه، يعني البعض بمجرد ما حسين الشحات نزل في اول مباراه بدا يتكلم على الفلوس الكتير اللي دفعت في الصفقه، وانه مش هو ده المردود المنتظر. اعتقد ده يعني حكم متسرع، زي ما حصل مع صلاح محسن لما الصفقه بتاعته كانت غاليه وحصل كلام كتير، ده نفسيا صلاح محسن قلب موازين الميركاتو الصيفي والشتوي وكل حاجه. صحيح. فاذا يعني لا، انا ضد ان احنا نتسرع في الحكم. حسين الشحات امبارح شفته ظهر بمستوى كويس، بدا ان هو يعني يؤدي بالشكل الطبيعي بتاعه، اللي هو طبعا كلاعب مدفوع فيه الرقم ده ومعمول عليه الضجه اللي اتعملت والكلام ده كله. هو بالنسبه له من اول مباراه نازل عليه ضغوط، عايز يثبت نفسية. وعايز يتسرع فيه ان هو يسجل هدف ويحرز هدف، وان هو يظهر بشكل جيد. ده كله بيعمل ضغط عليه. ويمكن شفنا شويه تصريحات للاعب بيقول اصبروا عليا شويه، استنوا عليا شويه. هو اكيد صحيح. طيب لو هنتكلم برضو عن تعليقات كابتن محمد يوسف المدرب العام، اللي قال برضو ان الميركاتو لم ينتهي، واكيد طبعا في التعليق ده هو كان بيقصد مركز الدفاع زي ما كنا بنتكلم عليه، واللي قال ان هو لسه مبتدئ لغايه 31 يناير. 31 يناير ده هيكون يمكن يوم الجمعه، يوم الجمعه يوم الخميس 31 يناير. 31 هيبقى يوم خميس بالظبط، يوم الخميس بعد بكره ان شاء الله. طيب شايف يعني لو رجعنا مره ثانيه واتكلمنا عن برضو في مردود كويس جدا من الصفقات اللي جت للنادي الاهلي، بس في نفس الوقت احنا بنخسر قصاد المردود الكبير ده لعيبه، يعني امتى ممكن نشوف صفوف النادي الاهلي مكتمله؟ احنا دايما بنلعب من غير يعني زي ما بيقولوا الاعمده الرئيسيه او الاساسيه جوه النادي الاهلي، دايما عندنا غيابات، والغيابات دي في مقتل زي ما بيقولوا. احمد فتحي مش موجود، حسام عاشور مش موجود، وليد سليمان مش موجودين، رامي ربيعه وجونيور اجاي، جونيور اجاي لسه راجع بقاله كام شهر مش موجود، حمودي بيروح وبيجي، ربيعه مش محدش فاكر هو اخر مره لعب. يعني مشاكل كتير واصابات كتير، ودايما النادي الاهلي صعب ان انت تحاسبه على نتائج، لان انت مش لاقي ابدا في يعني مكتمل قوامه. عايز اقول انه ده من ضمن التحديات اللي بتواجه الفريق، وده تحدي وارد ان هو يتعرض ليه الاهلي، طبعا اكيد مبالغ فيه الاصابات اللي بتحصل دي، لكن انا عايز اقول هو ده التحدي. ما هو في النهايه الاهلي بقيمته وبالامكانيات اللي معاه ده تحدي بالنسبه له. صحيح. انا ازاي هتغلب على التحدي ده؟ اعتقد انه حاليا يعني الصفقات اللي اتعملت والبعض المصابين اللي بدا يرجع، اعتقد ممكن ده الى حد ما يسعف الامور الى حين استعاده العناصر الاساسيه اللي اصيبت، ومنهم طبعا احمد فتحي اللي ما سرعان ما نزل المباراه اصيب ورجع تاني. فبالتالي الموضوع كان صعب شويه طبعا، وكمان دلوقتي وليد سليمان، فبالتالي يعني ابرز العناصر اللي في الفريق بتغيب، فبالتالي لا هو ده التحدي. واللعيبه اللي موجوده دلوقتي في الاهلي لازم تعرف انه ده تحدي بالنسبه لهم، وانه ده يعني موقف
هم هيتعاملوا معاه ازاي وهيعوضوه ازاي. صحيح، لانه المفروض انه الانديه الكبيره اللي زي الاهلي اللي بره زي اللي جوه، لما بيغيب العنصر الاساسي البديل بيكون على نفس المستوى او مقارب ليه. يعني جمهور النادي الاهلي دايما بيقعد يتخيل كده، احنا تقريبا عندنا فرقتين سوبر جوه النادي الاهلي دلوقتي بعد الصفقات الشتويه اللي دعم بيها مجلس اداره النادي الاهلي الفريق، فبيقعدوا يتخيلوا كده لو كل اللعيبه دي متاحه ان هي تلعب، لو كل اللعيبه دي ما فيش اصابات عندنا، هيكون عندنا فريق شكله عامل ازاي؟ لا فريق تقيل طبعا، يعني بتتكلمي على احمد فتحي ووليد سليمان ورامي ربيعه، ويعني رامي انا بصراحه زعلان قوي على رامي. انا رامي من اللعيبه اللي ليها كان مستقبل كبير جدا في المركز بتاعه ده، لكن في النهايه يعني قدر الله وما شاء فعل. يعني كمان كان قبل كده كمان كان علي معلول اصابه وغاب فتره كبيره ورجع، وليد ازار ومحسن صلاح، وليد ازار ومروان محسن صلاح محسن صلاح محسن. لا يعني النادي الاهلي بقى بيلعب مباريات من غير اصلا هجوم، من غير لا هو في فريق بره، يعني في فريق مصاب. صحيح، فلا يعني في فريق طبعا مصاب كامل. طب مع عوده المصابين تتوقع هيكون في تغيير في شكل لعب لاسارتي مع النادي الاهلي؟ اكيد، يعني في لاعب ينفع يعني ينفذ طريقه معينه او تكتيك معين للمدير الفني وينفذ فكر معين للمدير الفني زي احمد فتحي، يعني بيساعد المدير الفني ان هو ينفذ الخطه اللي عايزها بالظبط، يقدر يعمل اي مكان او يعمل اي فكر بالنسبه له. وليد سليمان مهم جدا. صحيح، فبالتالي الاثنين دول تحديدا مهم وجودهم في الملعب ومهم استعادتهم من جديد. اتوقع انه بوجودهم الاهلي اكيد شكله هيختلف داخل الملعب. النادي الاهلي دلوقتي معاه 33 نقطه، لسه عنده اربع مباريات متاجله. ترتيبه في الدوري فهو طبعا الفريق الثالث. شايف جدول ترتيب الدوري ده ممكن يختلف قد ايه مع انتصارات النادي الاهلي المتتاليه بقى ورا بعض، وكمان يعني مواصلته لمشواره في الانتصارات في المباريات المؤجله؟ انا ما زلت مصر انه النسخه الحاليه من الدوري هي يعني من امتع النسخ اللي أكيد ممكن نتفرج عليها، رغم التاجيلات الكتير ورغم ضغط المباريات الكتير ورغم الناس بتتكلم دلوقتي على استعدادنا لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتتعمل في مصر وتلميح البعض الى امكانيه الغاء الدوري. انا بستبعد تماما انه يلغى، لكن ما زلت متمسك انه دي من افضل النسخ على مستوى المنافسة. مش عارفين لغاية دلوقتي الدنيا في المقدمة، الزمالك بيراميدز والأهلي وكمان المقصة والمقاولين في فترات قدم، وأعتقد هيكون ليه مردود، ففي منافسة في المقدمة كمان في الصراع من أجل البقاء. يعني مراكز القاع لا مراكز صعبة، مراكز تخض. يعني لما بص على يعني على الاتحاد السكندري وكان جنبه المصري أول امبارح، وكمان الإسماعيلي أهو شوية بدأ يعني يشم نفسه شوية، بتروجيت مين كان يتخيل ان بتروجيت يكون في المركز ده؟ فلا الموضوع صعب جدا. يعني احنا قبل كده مثلا الموسم اللي فات كنا من اول خمس اسابيع شفنا ان اللي صعدوا هم اللي هبطوا. لا السنة دي الوضع مختلف، بتتكلمي على النجوم بيأدي بشكل كويس مع الكابتن احمد سامي حقيقي، وموجود حاليا في المركز ال 14 وبيدي ثقة انه لا انه ممكن يبقى موجود وممكن يكمل. الجونة كمان مع الكابتن حمادة صدقي موجود في المركز ال 12، حرس الحدود مع كابتن طارق العشري في المركز التاسع، الثلاث فرق اللي صعدوا لا بيأدوا بشكل جيد جدا، وده بيخلي الدوري انا شايفه انه دوري قوي من ناحية الإثارة والندية وانتظار نتائج المباريات وانتظار يعني المباريات. بيراميدز تحديدا رغم الكلام اللي محطوط حول التجربه والكلام ده كله، لكن انا شايف ان المباريات بتاعته كمان الناس كلها بدات تترقب وتنتظر. فبالتالي لا انا شايف ان نسخه ممتعه بالنسبه لي ان انا اتفرج على الدوري المصري رغم التاجيلات ورغم كل حاجه ممكن تتقال فيما يخص مصير البطوله يعني. طيب لو بصينا برضو تاني لجدول الترتيب، الزمالك معاه 42 نقطه، النادي الاهلي معاه 33 نقطه. نادي الزمالك لعب 17 لقاء، النادي الاهلي لسه 16 لقاء. اللي هيحدد مصير المركز الاول في اعتقادي مباراتي الاهلي والزمالك، المواجهات المباشره بالظبط، المواجهات المباشره هي اللي هتحدد، خصوصا كمان مش بس مع نادي الزمالك، في لقاء تاني ليه اكيد مع بيراميدز بالاضافه للقاءين بتوع نادي الزمالك، ده اكيد هيفرق كتير طبعا. لكن انا بقول انه تحديدا في وجهه نظري مباراتي الاهلي والزمالك اللي هي المباراه المؤجله من الدور الاول ومن الدور الثاني بشكل كبير هيحددوا مسار درع الدوري.
صحيح. طيب نروح للبطولة الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي بينافس عليها دلوقتي في المجموعة الرابعة من دور المجموعات. النادي الأهلي معاه 4 نقاط حاليا بتصدر فيها مجموعته. شايف المنافسة ازاي في المجموعة دي، وشايف مين الفريق اللي ممكن النادي الأهلي يعمل حساب ليه في المنافسة؟ الاهلي طبعا يعني في المباراه الاولى كسب فيتا كلوب الكونغولي 2-0، وبعدين تعادل مع شبيبه الثوره الجزائري 1-1. عنده مباراه يوم السبت مع سيمبا التنزاني. انا منتظر اشوف سيمبا التنزاني يعني بشكل مباشر امام النادي الاهلي، وان كان المفروض انه هيكون المنافس المباشر في المجموعه هو فيتا كلوب، لانه فيتا كلوب وصل لنهائي الكونفدراليه. صحيح. فريق بدا من 2013 تحديدا يكون ليه تاريخ في البطولات الافريقيه ويكون ليه اسم، وبالتالي هو المنافس المباشر للنادي الاهلي. يمكن ده اللي احنا كمان حسيناه من تصريحات اوسم المدير الفني لسيمبا التنزاني، اللي قال انا ما عنديش اصلا اي طموحات ان انا ارجع باي نقطه من مصر، ولكن يمكن نعتمد شويه على اللقاء اللي هيكون موجود على ارضنا ما بين جمهورنا. لكن لقاءات النادي الاهلي اللي هو بيعتبر افضل نادي في اخر 10 سنين في افريقيا، احنا ما عندناش اي امال ان احنا نفوز عليه او حتى نتعادل. لا شوف، ده ممكن يعني قد يكون تصريح خادع، يعني ان هو بيوصل رساله ان هو جاي وفي حاله استرخاء تام، وان المباراه هو عارف نتيجتها وان هو هيخسر والكلام ده، وبيكون تصريح يعني خبيث الى حد كبير، ان هو بيحاول شويه يخلي الفريق المنافس ليه في المباراه يعني عارف ان هو جاي في حاله استرخاء، وان المباراه مش فارقه بالنسبه له ان هو كده كده هيخسر. وكمان بيكون تصريح استباقي لما يمكن ان يكون بعد المباراه، يعني انه لو خسر بيطلع يتكلم انه هو فعلا هو عارف جاي وعارف النادي الاهلي فريق كبير وان هو هيخسر والكلام ده كله. وكمان بيكون تصريح وقائي بالنسبه له في بلده في تنزانيا امام الاعلام وامام جماهير النادي بتاعه. فبالتاكيد انا في وجهه نظري التصريحات اللي من النوع ده بتكون تصريحات خادعه. طيب خليني اسالك برضو عن لاسارتي، وشايف ان لاسارتي ابتدت تبان بصماته على الفريق في الوقت الحالي؟ شيما، زي ما اتكلمنا لاسارتي النتائج بتخدمه دلوقتي، يعني هو في الدوري بيحقق يعني ماشي الاهلي في الفوز الثالث على التوالي، لكن عوده المصابين ده هيخليه شويه يظهر بالفكر بتاعه بالطريقه بتاعته اللي هو عايز يلعب بيها مع النادي الاهلي، لانه في النهايه يعني اي مدير فني بيغيب عنده الكم ده من اللاعبين فهو معذور، يعني هيستخدم مين ولا مين، وكل ما يجي يستخدم حد ويوظفه في مكان بيصاب. فبالتالي لا، انا شايف ان هو معذور لغايه دلوقتي، معذور يعني معذور لغايه لما يستعيد. ما تقدرش تحكم على مستواه غير لما يستعيد المصاب طبعا، لكن في على مستوى النتائج نتائج كويسه، يعني هو بيحاول يلاقي يعني ما عندهوش رفاهيه ان هو حتى ما عندهوش رفاهيه الاختيار، هو بيحاول يلاقي يوفق عشان يقدر ينزل المكسب هو الاختيار الوحيد دلوقتي بالنسبه له. طيب خلينا نتكلم عن التحكيم في الدوري المصري. شايف التحكيم في الدوري المصري ازاي، وشايف الكلام اللي كان بيتقال مع بدايه الموسم ده عن تقنيه الفيديو او تقنيه الفار اللي هيتم استخدامها او استخدامها كمان في الدوري المصري الممتاز، وبعد كده رجعوا قالوا لا صعب، اصل دي محتاجه فلوس كتير، لا هنعملها بس في ملعبين، لا هنعملها في 3 ملاعب، لا مش هنقدر. يعني كلام كان كتير قوي على تقنيه الفار ان هي ممكن تحل مشاكل التحكيم المصري. لا، مشاكل التحكيم يعني موضوع الفار تحديدا هيطبق المفروض من بدايه الموسم الجديد، وزي ما قلنا انه مصر والمغرب فقط هما الدولتين اللي من افريقيا اللي تقدمتا بشكل رسمي للفيفا ان هما عايزين يطبقوا تقنيه الفار. ده وكان موجود الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في مؤتمر للفيفا وعمل ورشه عمل والكلام ده كله، ولكن في يعني خطوات اجراءات في تطبيق نظري الاول، وبعدين هيتم تركيب الاجهزه بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، لان الاتحاد الدولي لازم يعتمد التجربه ولازم يعتمد تنفيذها. في مشاكل كتير قبل تطبيق الفار بالتاكيد، يعني بنشوف مشاكل في الدوري، مشاكل تحكيميه، ده شيء اكيد. وحتى بعد تطبيق تقنيه الفار المشاكل مش هتنتهي، لكن احنا بنتكلم وانا يعني بقول انه يعني حتى الاخطاء تكون يعني تقل، يعني لانه لما الاخطاء بتزيد انا يعني ممكن فريق يتظلم في مباراه، ممكن صحيح. فريق ممكن مدير فني يمشي من فريق بسبب خطا تحكيمي، ممكن فريق يخسر بطوله بسبب خطا تحكيمي، فكل ده لازم يوضع في الاعتبار. يعني حتى تجربه استخدام حكام اجانب انا شايف ان هي الى حد ما لم تؤتي ثمارها المطلوبه.
يعني وبدليل انه لجنه الحكام في بعض الاوقات تعاونت مع الاتحاد التونسي وبعدين مغربي لا وبعدين لغت الموضوع قال لك مش هنتعامل تاني مع الحكام التونسيين. اذا الموضوع يعني لازم يتحط له ضوابط معينه فيما يخص موضوع التحكيم حاليا. طيب شايف الحل ان احنا بنعمل ايه؟ يعني الحكام الموجودين عندنا هنا في مصر الحكام المصريين يبتدوا ياخدوا دورات يتمرنوا اكتر، يعني نحل الازمه دي ازاي؟ طبعا اكيد تدريب، دورات خارجيه، معسكرات حتى هنا بخبراء اجانب يتم استخدامهم، يتم كمان التنسيق مثلا في مباريات دوليه وديه خارج مصر ان حكامنا تطلع تشتغل على المباريات دي. لكن في النهايه لازم فعلا يوضع حل. انا شايف انه الاخطاء لما بتزيد ده كمان حتى بيعمل ضغط نفسي على الحكام، وان كنت انا دايما يعني بحاول انه اؤكد انه الحكام المصريين دايما يعني انا واثق 100% انه مفيش اي تعمد لاي خطا، مفيش اي غرض في اي خطا. ما هي دي مشكله برضو. صحيح، لكن في النهايه دي امكانياتهم مثلا. لا مش 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 عايز اقول امكانياتهم فاوصفهم ان هم اقل من الحكام اللي بره، لا. الحكام المصريين فيهم حكام مميزين جدا، ولكن بقول لك لازم يتعمل لهم دورات تدريبيه مكثفه سواء هنا في مصر باستخدام خبراء اجانب او ان هم يطلعوا بره في معسكرات خارجيه يتم صقلهم بالشكل المناسب. يعني احنا محتاجين ان احنا نطور منظومه التحكيم المصري هنا. مطلوب طبعا. اكيد متفق معاكي تماما. يعني طيب نتكلم عن بطوله امم افريقيا اللي كان 2019، البطوله اكيد المنتظره للشعب المصري كله. احنا طبعا الحمد لله ان احنا اخذنا شرف تنظيمها هنا في مصر، كويس ان هي ما اتعملتش في الكاميرا كنا هنتبهدل ورا المنتخب هناك. فاكيد طبعا الشعب المصري كله سعيد بتنظيمها هنا في مصر، وطبعا ابتدوا كمان وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره وكل الجهات المختصه في الدوله ان هي تنظم للبطوله دي. هل شايف ان الوقت اللي باقي قدامنا للبطوله وطبعا شهور معدوده على الايد الواحده، هل ده كافي ان احنا ننظمها او نطلعها بصوره تليق بمصر؟ طبعا انا واثق تماما. يعني وبلا تردد انه ان شاء الله مصر هتعمل بطوله ناجحه بكل المقاييس. يعني مصر عندها الامكانيات الماديه والامكانيات البشريه والامكانيات التقنيه والبنيه التحتيه ان هي تعمل بطولة ناجحة بكل المقاييس، وشفنا 2006 واحنا دلوقتي في 2019، يعني بعد 13 سنة من 2006 أكيد إن احنا إن شاء الله نعمل بطولة لا تقل عن 2006. عندنا الملاعب اللي تم إعلانها وهي استاد القاهرة الرئيسي واستاد السلام واستاد السويس الجديد، استاد الإسماعيلية، استاد بورسعيد، واستاد الإسكندرية، دول الست ملاعب اللي المفروض الرئيسيه. في ملاعب احتياطيه اخرى اكيد. احنا بنتفرج اهو قدامنا المباراه النهائيه من 2006 مصر ده طبعا يعني مباريات لا تنسى وذكريات لا تنسى، نتمنى استعادتها ان شاء الله. النهارده كمان كان الكابتن محمد فضلي في بيشوف استاد بورسعيد مدير البطوله يعني. اختيار محمد فضلي كمدير للبطوله وانا اكيد طبعا يعني مش فاهمه انا معجبه ازاي بالاختيار ده. شايف الاختيار ده ازاي؟ لا انا مش عايز اتكلم عن الاختيار قد ما انا خلاص هتكلم على ان انا بتمنى التوفيق للكابتن محمد فضل، لانه حتى من كام يوم يعني قلت رايي كده على تويتر عندي، الناس قالت لي انت طب ما كنت قلت رايك قبله ومش عارف ايه. انا مقتنع تماما انه المفروض فعلا لما اجي اقول رايي على شخص او ان انا خاصه لما يكون في مهمه وطنيه يعني مع منتخب او حتى مع بطوله اقول رايي قبل الاختيار وبقول رايي مجرد تماما. لكن اما وانه الاختيار قد تم فانا لا املك ان انا اقيمه، انا بكون مساند ليه وداعم ليه. انا اتمنى كل التوفيق ان شاء الله للكابتن محمد فضل ان شاء الله ان هو يعمل بطوله ناجحه وكلنا وراه وكلنا معاه باذن الله وننجح بطوله امم افريقيا في مصر. النهارده هو كان موجود في استاد بورسعيد، في الناحيه الثانيه كان موجود المهندس هنا بوريده والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كانوا في استاد السلام. لا في حراك شغال على البطوله. انا زي ما قلت لك انا واثق تماما ان شاء الله هتخرج بالشكل اللائق على المستوى التنظيمي. لكن كمان موضوع الجماهير لازم يتم من دلوقتي، عمل توعيات للجمهور، عمل تجارب، عمل بروفات. اتمنى ان الجماهير ترجع. توعيات للجمهور ازاي تشجع يعني الصح وازاي تستقبل كمان يعني الوفود بقى اللي جايلنا من بره، المنتخبات اللي جايلنا من بره ازاي نستقبلهم بطريقه بتليق باسم مصر وازاي نعكس صوره محترمه عن الشعب المصري. صحيح، يعني انا كنت عارف انه المفروض اتحاد الكوره هيحاول مع وزاره الداخليه انه الجمهور يرجع تباعا في مباريات الدوري ويرجع بكامل طاقته يعني في المباريات علشان ده يكون تجربه قبل مباريات كاس الامم. صحيح. اتمنى انه ده يحصل واتمنى انه يكون في استجابه وان الجمهور فعلا
يرجع في مباريات الدوري. نتمنى اكيد الكره من غير جمهور ملهاش اي طعم اطلاقا. خلينا نروح لمنتخبنا الوطني الاول، اكيد هينافس في البطوله دي، واكيد كلنا عندنا امل كبير جدا ان احنا نحصد البطوله دي بعد طبعا ما كان ما عندناش حظ في اللقاء النهائي في كان 2017. شايف فرصنا ازاي على المنافسه على البطوله دي، خصوصا طبعا ان احنا معانا عامل الارض والجمهور، ما عندناش يعني ما عندناش اي حجج اي عذر. واعتقد ان اتحاد الكوره حاليا والجهاز الفني كمان خططهم هتتغير بشان المنتخب، لانه يعني في الاول كان عندنا رفاهيه ان احنا بنبني جيل جديد ولسه قدامنا ان احنا كاس العالم 2022 والكلام ده كله، لكن وجود البطوله على ارض مصر ده بيخلي الهدف رقم واحد ان احنا نكسب البطوله. ده رقم واحد صحيح، وكمان البطوله الاخيره وصلنا المباراه النهائيه، فاذا ما قدامناش اي اختيار. اعتقادك يعني ده قد يدفع الجهاز الفني كمان انه يغير سياسته في موضوع الاعمار السنيه تحديدا. اتمنى ان انا اشوف مثلا واحد زي وليد سليمان بيرجع، اتمنى نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يرجع بس من الاصابه اللي هو فيها دلوقتي باذن الله سريعا ان شاء الله وينضم للمنتخب، لان بعد كده كان كلام اجري اختلف، او التصريحات اللي خرجت من المنتخب الوطني اختلفت. الاول كان بيقول انا بعتمد على الوجوه الشابه، انا بعتمد على المواهب الصغيره في السن لاني ببني لجيل جديد في 2022. دلوقتي الكلام اختلف وقال انا محتاج طبعا العناصر الاساسيه والخبرات اللي هتفيدني في اللعب او في المنتخب في البطوله القادمه، هي بطوله امم افريقيا كان 2019. اكيد هو بيتكلم على انه البطوله خلاص على ارضه وسط جماهيره، ولن يكون مقبول غير ان هو يوصل للمباراه النهائيه وان شاء الله يكسب البطوله، فبالتالي هو عايز العناصر الجاهزه بالنسبه له، مش لسه هيبني فريق دلوقتي، انت عندك بطوله بعد 6 شهور. الكلام ده كنت بتتكلم على انك لسه عندك رفاهيه البناء وتغيير الجيل وعناصر صغيره والكلام ده كله، لكن في اعتقادي هو هيعتمد على العناصر الجاهزه مباشره. طيب اجاري قرر ان هو ياجل المعسكر او التجمعات الخاصه بالمنتخب لحد بعد الاعلان عن القرعه اللي هتكون ان شاء الله يوم 12 ابريل تتعمل عند الاهرامات باذن الله. قرر ان هو ياجل المعسكر او التجمعات للوقت ده، شايف ده قرار صحيح؟ لا، انا اتمنى ان هو يعني الخطه تفضل زي ما هي بالنسبه له لغايه شهر 3، في تجمع في شهر 3 ويكون في مباراه وديه كمان، وبعدين يتم ان هو يكمل بقى يشوف عايز يعمل ايه تحديدا. هل هيكون في تجمع، هل هو عايز تجمع للمنتخب قبل البطوله باكثر من 15 يوم لانه اللوائح بتقول 15 يوم قبل البطوله. ده طبعا كابتن احمد ناجي كمان النهارده كمان سافر السعوديه صحيح، هيشوف هناك حسين السيد وهيشوف محمد عواد، فبالتالي الامور كمان حتى الخطط اختلفت، يعني بقى خلاص في تكليفات وفي امور لحظيه بتحصل وناس بتسافر وتتابع. اتمنى كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني ويتوج بلقب البطوله. طيب لو اتكلمنا برضو عن الوجوه الجديدة اللي ممكن تنضم لمنتخبنا الوطني الأول، وكلمنا أو الكلام كان كتير قوي في الفترة اللي فاتت دي عن الوجوه القادمة لمنتخبنا الوطني الأول، يمكن ترى تصريحات كتير جدا من كابتن هاني رمزي ومن أجيري إن في ناس جديدة هتنضم ولسه الفرصة قدام كل اللعيبة المحليين عشان يثبتوا نفسهم في الدوري وينضموا للمنتخب. شايف مين الوجوه اللي تستحق إن هي تنضم لمنتخبنا الوطني؟ لا، في أكتر من عنصر، يعني مثلا بنتكلم على، يعني انا شايف ان رمضان بدا يستعيد جزء صحيح. كبير من مستواه، وكلام كتير قوي بس يرجع من الاصابه ان شاء الله. شايف كمان يعني محمود علاء يستحق ان هو ياخد فرصه في نادي الزمالك. شايف ان مجدي قفشه في نادي بيراميدز يستحق ان هو ياخد فرصه. في لعيبه كتير تستحق ان هي تكون موجوده في المنتخب خلال الفتره القادمه، وزي ما قلت لك هو دلوقتي قدامه الاختيار الاول والاخير العنصر الجاهز، مش هيلجأ للعناصر الصغيرة في السن والتجربة والكلام ده كله، لا، هو عايز مجموعة جاهزة تحقق الهدف القريب وبعدين يشوف أهدافه البعيدة هتكون إيه. طيب بعيدا بقى عن كرة القدم، تعالى نروح لملف تاني، منتخب اليد بما انك اوباما كمان في نادي الزمالك لازم برضو يكون ليه دور. صحيح. طيب خلينا نروح بقى لملف كرة اليد، باعتبارك طبعا المدير الاعلامي في الاتحاد المصري لكرة اليد، شايف ازاي تطورت كرة اليد في السنين اللي فاتت، وعايز اعرف برضو شايف ازاي الانجاز اللي حققه منتخبنا في كرة اليد في مونديال المانيا والدنمارك. تمام، يعني انا يعني عايز اقول انه دايما في كره اليد الموضوع يعني مختلف، انه دايما المجلس اللي موجود بيبني على العمل والمجلس اللي قبله واللي قبله واللي قبله وهكذا،
وده ميزه بتميز كره اليد تحديدا والجو الاسري اللي الكل بيعمل فيه من اجل هدف واحد هو منتخب مصر والمنتخبات القوميه. اكيد طبعا بالظبط. منتخبنا كان افضل مركز عمله من 2001 و2001 خدنا رابع العالم طبعا رابع العالم في 2001 صحيح وده كان انجاز كبير جدا بالنسبه لنا. من ساعتها احنا ما عديناش دور ال 16 يعني ما دخلناش الثمانيه الكبار خالص يا اما في المركز ال 13 14 15 16 صحيح مش اكتر اخر بطوله كانت في فرنسا 2017 كنا المركز ال 13 احنا السنه دي كان هدف الاتحاد المصري وهو بيجهز سفر المنتخب انه ان احنا نتاهل للدور الرئيسي اللي هو بيكون فيه 12 منتخب وده كان بالنسبه لنا خطوه مهمه قبل استضافه بطوله مصر. ربنا وفق وصلنا ان احنا نكون ثامن العالم وده في وجهه نظري مركز مهم جدا نبني عليه قبل بطوله مصر 2021. طيب. البعض بينتقد يعني انه المنتخب لا ده الظروف خدمته ده النتائج الاخرين خدمته لا اصلي كان ممكن مش عارف يتغلب. انا يعني في اعتقادي ما بحبش اتكلم بالشكل ده لانه ما هو زي النتائج ما خدمتني كان ممكن تخدم غيري وزي ما هي خدمتني صحيح. دلوقتي ساعات بتضرني وبتخرجني بره في النهايه انا باخد بالاسباب اللي قدامي بفوز في المباريات اللي مطلوب فيها ان انا اكسب بتعادل مع المجر ودي نقطه المجر كانت مهمه جدا ان احنا نتاهل للدور الرئيسي. اذا انا عايز بس يعني اتمنى على الجماهير واصدقائنا ان احنا نكون داعمين للمنتخب الوطني وسندين اكيد ليه طبعا ده دورنا كجمهور. عندنا بطوله مهمه جدا 2021 هتكون اول بطوله بيشارك فيها 32 منتخب يعني اخر بطوله كانت 24 اللي جايه هيكون 32 دي اول مصر بطوله مصر هي اللي هتنظمها بالظبط ودي هتكون اخر بطوله بتنظيم فردي يعني بعد كده دولتين او ثلاثه اللي هم اللي هينظموا. طيب رايك ايه في المدير الفني المدرب الاسباني ديفيز مع منتخب كره اليد ورايك ايه هل هيتم تجديد الثقه فيه ولا خلاص لا هو ديفيد ديفيز مرتبط مع المنتخب او مع الاتحاد المصري بعقد الى 2021 لبطوله مصر. تجديد التعاقد او تجديد الثقه او استمراره ده مرتبط بموقف الطرفين يعني مجلس إدارة الاتحاد مع ديفيز هما الاثنين هيدرسوا التجربة اللي حصلت في الدنمارك وده اللي قاله حتى المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد قبل سفر المنتخب انه بعد البطولة هيتم تقييم التجربة سواء ان هو هيكمل 2021 او هيتم تعديل المسار وده اكيد هيتم اعلانه في حينه يعني. أستاذ حسام زايد الناقد الرياضي في جريدة الشروق نورتنا النهاردة في كلام في الميديا. أشكرك يا شيما شكرا لك وكل مشاهدي قناة الأهلي. مشاهدينا أشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من كلام في الميديا الساعة 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.